شاء الله رجع رجع. هذا هو ما شاء الله النوع هذا. اريد اطلع بس. السلام عليكم متابعين الكرام، وصلنا الحمد لله الى ولاية مصيرة. طبعا الحين راح يبدأ نزول البحر، بعد ساعة تقريبا راح ينزل البحر ان شاء الله. لحق ان نصيد ما شاء الله، المكان غني بالثروة السمكية، وعسى ان شاء الله يكون لنا نصيب من الاسماك هذه. يلا عسى خير ان شاء الله باذن الله. الحمد لله وصلنا المكان كما تلاحظوا، ما شاء الله ممتاز. كل الاماكن اللي اختارها تكون ان شاء الله ممتازة للصيد و للرحلات والاستمتاع بالاجواء. طبعا العدة اللي استخدمها كالعادة الترا لايت ميديوم هيفي، مقاساتها الجرامات من 7 إلى 35 جرام، طولها 2.40 متر، الخيط 20 LB، بعد الماكينة 4000 شيمانو اتوقع انها اسمها، نعم هي شيمانو 4000، والجك المستخدم 15 جرام، والفرولو كربون 30 LB. وان شاء الله كل التفاصيل متجهدوا لاحقا باذن الله تعالى، فنوصل المكان عسى خير. وصلنا المكان الحمد لله. طبعا كما تلاحظوا المكان مفتوح، البحر واسع، الاجواء طيبه صراحه، شمس بس الهواء بارد. اول رميه في ولايه مصيره، ونقول بسم الله. انا ما اعرف المكان بعدني، اول اختبار للمكان، هل في حصى، هل في سمك، هل ان شاء الله راح نستكشفه بعد الجك ينزل. نعم ما شاء الله كبير، الجك بعد نازل، بعد نازل، لا بعد ينزل، بعد خلي ما شاء الله تقريبا 5 متر إلى 6 متر الحين ينزل. هذا هو نزل الحين، نرفع حاسه يكون بداية خير ان شاء الله، افتتاحية طيبة في ولاية مصيرة. انا اخلي الجك سريع شوية، يمكن في اسماك مهاجمة مثل ضلعة شيء يطلع لنا. طبعا اول رمية ما كان شيء، ما في اي نقر، ما في اي حية، ان شاء الله بنشوف مع تفاصيل ثانية. ما شاء الله اول الصيد في ولاية مصيرة. طبعا جي عندي طرف عندي بس ما اعرف ايش، عسى ما يكون شيء طيب. هذا وصل، ايش هو؟ حصى، حصى لو سمك. ما شاء الله وش هذا النوع، سبحان الله، شوف النوع كيف. ما شاء الله لاحظ لاحظ كيف، ما شاء الله. اتمنى ما يكون، ما اتمنى. رجع رجع ما شاء الله، رجع رجع ما شاء الله. تو هذا القوة اللي فيك انت، ما شاء الله عليك طلعت انت. الله طلعت، هذا القوة اللي مسوينها هو هذا ما شاء الله. مرة بداية الصيد، هذا اول صيد، لكن صغير ما نحتاجه، نريد شوية ابو اكبر. احنا المستهدفين
الأكبر. تعال تعال، ايش ده؟ ما شاء الله كيف طلق صاروخ، ما شاء الله سينه. طيب ما شاء الله راحت، يوم يكون ماشي نصيب ترى ماشي فلتت، ان شاء الله نصيب. الله عسى يعبر ان شاء الله. شوف 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 كيف الضرب عليه، ما شاء الله. في كل مرة يفلت، سبحان الله نصيب دنيا. واصل هنا استوي الضرابة عليه. السمكة السابقة هذه سويت زفط ولا هيش، يعني الزوقة شيء لزق كثير يعني مثل مخاط، بس ما عرفت هيش. 5 دقائق لحد ما غسل يدي، سبحان الله شيء بس ما غير شكل. هذا المكان ما شاء الله زين، الحركة طيبة، نستنى شوية البحر نازل عاد أقل الحركة شوية يعني. كرة هناك أنا أشوف الأسماك ذاك الجانب. إذا سوي حركة سريعة أعرف إيش اللي يضرب معانا، حركة بطيئة ضرب شوية قشران يعني صغير. البحر هادي طيب، ما في موج قوي، فيساعدك إنه تقدر تصيد سمك طيب يعني أحكام حلو. ما يمسك، ما يمسك فيه، يضرب 2 3 مرات بس ما الجك، ما عليه يمكن بغير الجك بعد شوية، إذا ما جاب هذا النتيجة بغير الجك. ما شاء الله جبته جبته جبته، لكن عاد لما يوصل هنا مصيبة، ما أتوقع إنه بلحق عليه. أبغى جات إن شاء الله. هذا هو ما شاء الله النوع هذا، ايش من انواع الاسماك هذا الطويلة. نفس السينة ما شاء الله، لكنها بس ما اعرف ايش النوع هذا، ما شاء الله كيف. هذا اول صيد، بس شوف اللزق و شوف كيف سوى بيدي، سوى زفر زفت كله في يدي. كما تلاحظوا هذا الحصيلة ما شاء الله، راح نغير المواقع وإن شاء الله نشوف قريب بإذن الله تعالى. راح أغير موقع، بروح عند الشاطئ ونشوف إيش النتائج هناك في الشاطئ إن شاء الله. خليكم متابعين. إن شاء الله حجم حلو، 20 20. هذا هو 20، في شوكة مشكلة تضرب في اليد. هذا هو 20، هذا
هذا هو الحين الحصيلة اللي حصلناها، الحمد لله مستمرين في الصيد. مستمرين بعدنا إن شاء الله، إن شاء الله تكون طلعة طيبة مفيدة وتسلية أهم شيء. ما في كل الأحيان تحصل الصيد موجود، في بعض الأوقات يضرب في بعض الأوقات ما يضرب معك، ده حظك عاد. قاعد نشنقي ولا ايش هذا ما اعرف، سمكة موسى. موسى سمكة موسى الصغيرة راحت، باي باي. شوفونا لحظة، حبار لحظة، حبار موجود ان شاء الله. هذا هو هذاك الحبار كما تلاحظوا، ما في ذا واضح عندكم، خلنا نشوف بس اننا نستهدفه. تعال تعال تعال، بسم الله. بس هو يخاف، حس انه هو يخاف. بس اشطك، ايوه هذا كما تلاحظ. فلت فلت، لا فلت فلت، ايوه شكيته شكيته. طلعت. ما شاء الله. لا 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 تروح، لا لا لا، صبر صبر صبر، تعال 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 تعال، بس اجيب هنا، اريد اطلع بس لا لا، آخر لحظة آخر لحظة آخر لحظة قبل لا يروح، ماشي أمل إنه إن شاء الله ما يروح. بس بسم الله الحمد لله مسكنا، ما شاء الله حجم حلو، سبحان الله. الحمد لله حصلنا حبار اليوم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله كيف الحجم، جميل صراحة، ممتاز. حيا الله المتابعين، طبعا اليوم نختم حلقتنا إن شاء الله في ولاية مصيرة. الحمد لله توفقنا أنواع الأسماك طيبة، وإن شاء الله تكون هذه الطلعة طيبة وممتعة للمشاهدين المتابعين. إن شاء الله قد استمتعتوا بالأكشنات وبالكواليس، هو يعني بكل ما هو جديد ضفيناكم إياه في هذا المقطع. إن شاء الله ختامتنا ختامة طيبة الحمد لله. ويقول لك يا غريب كن أديب، والحمد لله غريب عن الدار، التزمنا بكل شيء ما هو يعني مكتوب في المكان، ممنوع الصيد لا تصيد، يقول لك التزم يعني التزم
كذا الحمد لله انتهينا، ونقول لكم شكرا لكم على المتابعات، وشكرا على اللايكات، وشكرا على كل شيء، اي شيء يعني ابو قدمتوا لي جزاكم الله خير. والحين هذا هو كان المكان في مصيرة، في جزيرة ولاية مصيرة، طبعا جنوب الشرقية سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله هذه نهاية الرحلة اليوم، نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله، حلقات متجددة باذن الله تعالى، وفي امان الله.